حضرتك ايه؟ سامي مرتضى، حضرتك تقرب الأستاذ اخوه. وليد ايه؟ اخوه. ايه رأي حضرتك في الموقف اللي الأستاذ وليد عمله امبارح؟ طبعا موقف بطولي، واي واحد مننا في الموقف ده لازم يقف برضه يعمل اللي هو عمله اكتر شويه، هو عمل عليه اكتر فاللي قدر يعمله الحمد لله، اللي عند ربنا يحتسب عند ربنا يعني. طيب حضرتك لما شفت الفيديوهات امبارح على الفيس حسيت ايه على اخوك؟ حسيت ان هو بطل طبعا، بكلمة بمعنى كلمة بطل. يعني تذكر له كذا موقف قبل كده حصل والله هو في ليه؟ مواقف له كتير حصلت له هنا، بس ما بنحطش الحاجات اللي في دماغنا، لان احنا بنعملها بتبقى وكل الله. يعني الواحد لو عمل حاجة خلاص عملتها لوكل الله، مش منتظر ان حد يعرف كذا او عمل كذا او كلام زي كده. شاهد وليد مولي حسن الفكري. تمام، عندك كام سنة يا شاهد؟ أنا عندي 12. ايه رأيك في الموقف اللي بابا عمله امبارح؟ الصراحة أنا كنت خايف عليه قوي، بس هو يعني ما كنتش مصدقة إن بابا اللي كان في الصور اللي على الفيس وعلى النت والناس كلها، أنا ما كنتش مصدقة إن بابا بجد كان بيعمل كده. بس هي كانت حاجة تصدق إن بابا على طول بيبقى شهم وشجاع في كل حاجة، بشوفه على طول كده يعني، وبيعلمنا على طول الصح ويقول لنا اعملوا كذا ويفهمنا على طول. ما انا بابا عمره ما ادى ايده علينا الصراحه، يعني على طول بيفهمنا الصح من الغلط. ما مش فاكره الصراحه، انا بحب بابا.